قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. ومن الفوائد عند هذه الجملة: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، أن كلمة النهي هنا فيها دلالة على القاعدة التي طالما تذكر، وهو أن الأصل في النهي هو التحريم، ولذا قال عليه الصلاة والسلام: ما لم أنه عنك، فدل على أنه إذا جاء النهي ماذا سيصنع عليه الصلاة والسلام؟ سيكف عن الاستغفار، فيفيدنا بأن الأصل في النهي هو التحريم من خلال هذه الجملة.